السلام عليكم، انا اسمي احمد. بنبدأ اقدم لكم بروجكت بيتكلم عنها عملت مطعم وهوريه لكم دلوقتي. مش اول حاجه كتبت دوك تايب اتش تي ام ال و اتش تي ام ال، دول بيعرفوا ان انا بستخدم اتش تي ام ال عشان في لغات تانية بستخدمها في النوبل. هات دي حاجات من الاساسيات، وبقفلها بسلاش هات، بحط سلاش واكتب هات. وهنا عملت برضو حاجة من الأساسيات اللي اسمها بادي، وقفلها بسلاش بادي، بس هي تحت خالص. فين اي بادي؟ قفلتها بسلاش وقفلت اتش تي ام ال كذا. وعملت بعد كده بادي، حطيت جوا image src، يعني انا عملت هنا image، جبت صورة وكتبت اسمها وشوفت png ولا jpg، بحط دوت ولازم الكلمة تكون في double quotation، وقفلتها بسلاش. وfont color brown وsize name، فونت دي بتخلي اختار color اللي هو ده والsize. الكلر خليته براون يعني بني، والسايز خليته 100 ده على حاجة، وفي رقم 30 ده برضو على حاجة. هيوكو ثانية، هنا اهو لون بني وكبير. هنا بعد كده عملت بي ار، بي ار دي بتخليه ينزل سطر واحد. لو عملت مثلا انا كتبت بي ار، لا مش بي ار تانية، بينزل سطرين. كنترول اس اروح هناك كده، بص خدوا بالكم نزل صوت كمان. ماشي ماشي. بعد كده عملت ويلكم تو تشاينز ريستورنت، دي الكلمة اللي انتوا شفتوها متلونة اهي دي. وبعد كده عملت قفلت برضو سلاش فونت، برضو قفلت فونت بسلاش فونت. ولازم يكون القوسين دول، ماشي، لازم يكون اي حاجة في القوسين دول الا الحاجات اللي انا بكتبها في البادي. الحاجات اللي انا بكتبها في البادي من غير قوسين دول يعني كأنهم مثلا حاجات بتطبع زي ما هي زي ما هي كده. انا كتبت مين ديش بتطبع زي ما هي كده في الاوتبوت، عملت فونت ليها برضو، خليتها ريد. هي مش لوحدها، هي مع، لا دي لوحدها، دي لوحدها والسايز 17 اللي هي اللي قلت لكم برضو ده اكبر حاجة. تاني حاجة بقى انا قفلت برضو سلاش بوينت سلاش فونت قصدي. وبعد كده نزلت بي ار، بي ار نزلت شاطرين، وعملت فونت كولر بلو. بلو دي هتخليها كل الحاجات دي هتخليها لونها ازرق، ماشي، لغاية هنا. هنا ثانية واحدة بس عشان في حاجة بس انا نسيت اعملها. ماشي، عايزة بس ايه. وبعد كده هعمل فونت كولر لايت ريد، استنى هوريكو بس حاجات دي كده. بصوا اهو احمر وده ازرق، ده ازرق وده لون اسمه استنى واحدة كده تيل اهو. وعملت نسيت اقول لكم ماشي. بعد كده عملت الووتر والفريش جوس بيكون برضو بلون التيل ده. وعملت فورم دي بتخلي اكتب مثلا مستطيل اكتب جواه النيم بتاعي. هوريكم دلوقتي، يعني هعمل هنا فونت كولر، عملت اللون هيكون بيربل سايز 5. النيم دي هتطبع زي ما هي دي كده، هتطبع طبعا له كده. وبعد كده عملت input type
text. دي يعني ايه input type؟ دي input type يعني ال input ليه تلات حاجات يعني بستخدم ال input دي. وايه بعد كده عملت ال type بتاعه، انا اول type اهو اسمه text. text ده بيخلي المستطيل ده، ايوه اهو ده، لو كتبت فيه اي حاجة اهو بيبقى. وندخل في نوت باد تاني، انا عملت الجندر خليته اللي هو بقى ده النوع التاني. التايب اسمه ايه؟ راديو، زي راديو كده بس تايب. والنام لازم النامين دول يكونوا شبه بعض والا مش هيشتغل. ولا بص، لو انا مثلا عملت ده مثلا اف مثلا، بص لو عملت عملت كده ثانية كده ومثلا كتبت في ميل هنا، وانا مثلا كتبت ميل عملت كنترول اس. بص عملت في ميل ماشي وميل ماشي برضه، فما ينفعش. فانا لازم الاثنين يكونوا شبه بعض عشان لو اخترت واحد هيقدر يتوسع. دلوقتي اهو عملت كده، شفتوا؟ بعد كده تتشال من هنا. بعد كده عملت تكست ايه، ده النوع التالت والاخير. ده ما بيتكتبش بقى بالايد، ده تكست ايه كده شابكين في بعض. كتبت هنا اوردر هير والدرينكس والمنديش وصلت تكست ايه. هقول لكم دلوقتي ماشي، اقدر اكبره من هنا زي ما انا عايز. بص اهو اوردر هير دينكس ومنديش، وانا انزل تحت عملت باتن ده برضه ليه بقفله وبفتحه قصدي. بس انا لسه ما خدتش ازاي لما ادوس على الباتن ده يوديني حاجه تانية، يفتح لي حاجه. وبعد كده كتبت له في التكست ايه، ثانك يو فور choosing our restaurant. باي.